إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ومما تضمنته لا حول ولا قوة إلا بالله، التوكل على الله وتفويض الأمور إليه والاستسلام والإذعان له، مع إظهار الذل والافتقار له سبحانه، فهو الغني والعبد فقير إليه، لا يملك من أمره شيئا. ومما يدل على فضل لا حول ولا قوة إلا بالله وعلو منزلتها، ومما يرغب في الإكثار من قولها باللسان وإمرارها على الجنان، أمور كثيرة نذكر منها: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها كنز من كنوز الجنة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه مسلم. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله يوجب الإعانة، ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال: حي على الفلاح، قال المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا أن من قالها حين يخرج من بيته مع البسملة والتوكل على الله، أنه يوفى ويكفى ويهدى. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، قد كفيت وهديت ووفيت. فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ رواه البخاري. ومن فضائلها أنها من الباقيات الصالحات، ومن أحب الكلام إلى المولى سبحانه. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الباقيات الصالحات فقال: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد. اللهم اجعل لنا قلوبا توابة، اللهم نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بك. لطيف بالوجود وبالبرايا، محيط بالدقائق والخفايا. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطاء. كنت معكم في قراءتها فوزي عبد المقصود. الهندسة الإذاعية هدى محمد. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحيات.